يلا واحد اهو، اضرب اضرب، واحد جاي لك من ورا، اضربه يا ابني اضرب. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا سعادة الباشا، أهلا أهلا وسهلا. حضرتك جاي تكشف؟ أيوة دكتور جاي أكشف. أهلا أهلا وسهلا، اتفضل استريح. شكرا شكرا يا دكتور، شكرا 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 يا دكتور، ربنا يكرمك. معلش بس، هو حضرتك قطعت كشف؟ كشف ايه يا دكتور اللي قطعه، انت بتهزر ولا ايه؟ كشف ايه يا باشا؟ لا هو حضرتك انا مش بهزر، يعني هو مش عشان الحال واقف علشان كورونا هنشتغل ببلاش يعني. مجاني ايه يا دكتور، مفيش حاجة مجاني في الزمن ده. طب الحمد لله انك فهمت. فين بقى الكشف يا دكتور؟ انا كشاف النور وكشفت خلاص، ودي الفاتورة بتاعتك، عليك 1500 جنيه. سيادتك هتدفع ولا لا؟ إيه؟ انا اخر فلوس معايا وزعتهم على دكتور علاء ودكتور عويضة ودكتور عصام، روح لهم يمكن تلاقي معاهم فلوس. رحت لهم يا دكتور ولقيت دكتور علاء واقف قدام القهوة عند سامي مستني لما يفتح، ورحت لدكتور عصام لقيته ماسك السلك عريان، ما قدرتش اكلمه لما عرفت ان ابوه الله يرحمه طلع مصلحة تبع الكهرباء. ابو دكتور عويضة رحت له؟ دكتور عويضة بقى كل ما اروح له يقولوا لي بيتغدى، فضلت استقصى لغاية ما عرفت انه بيروح كوك دور قطفيح ناحية عزبة الزرايب، وان شاء الله هروح له مع انهم بيقولوا انه مش راجع تاني. من الاخر يا دكتور، هتدفع ولا شيل العدة؟ ايه تشيل العدة؟ لا. السلام عليكم بقى يا دكتور، اجيلك وقت تاني ان شاء الله. سلام عليكم.